صباح واهلا وسهلا على الكنان. اليوم بدنا نفتح علبة كتير كتير مميزة. هيدي هي العلبة، هيدا النينجا سكرول من ناروتو اذا بتتفرجوا عليه هالكرتون. مش بس هيك، معمول خصوصيا تليفون خصوصيا من شركة ريلمي بالجي تي 3 نيو، معمول للناروتو اديشن. خلينا نفتح النينجا سكرول ونشوف شو بقلب العلبة وكل المميزات الحلوة تاعيته للجي تي 3 نيو من شركة ريلمي. يلا انا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس عم الاشتراك. خلينا نفتح العلبة هالنينجا سكرول تبع ناروتو اديشن فون. اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديدة. مثل ما بنشوف هون العلبة شكلها كتير كتير حلوة، معمول عليها من برا البي يو لادر مثل الجلد التقليد، ومعمولة مثل كأنها عليها جلد الغنم. بنقدر لما نفتحها ما فيها بقلبها شيء، بس منظرها كتير كتير حلو. وهيدي هي علبة التليفون، إذا بدكم تشتروا هالتليفون لصوصة حتكون العلبة هيك. لو نطلع عليها للعلبة بنشوف إنه من فوق لهون موجود عندنا السيمبل تبعه لعائلته لناروتو، وموجودة كمان نفس الشيء هون على الشمال، وشكلها مثل ما قلت لكم مثل كأنها نينجا سكرول. لنفتحها بس بنسحب من هون على اليمين ونشوف انه دغري التليفون موجود جوا. هلا كل اللي بنعمله انه نسحب التليفون من قلب العلبه، مثل ما بنشوف عندنا السيمبل تبع العائله تاعيته لناروتو، بنشوف هون ريلمي عليها لناروتو معمول مزبوط. بنقيم هالعلبه لفوق شوي ونقدر نشوف انه التليفون موجود جوا. هلا ما حفنص عليكم وبقول لكم انه ما فتحت العلبه، انا فتحتها من قبل وزبطته للتليفون، بس بنلاحظ عده شغلات. اول شيء بنشوف انه السيمبل موجود من النص لهون، وعندنا عده مش بيعملوها فينيشز، بس معناته عندنا نحن الفضي الاسود والاورانج موجود عليه للتليفون من ورا. عندنا السيمبل اللي بيحط عليه الوريور تبعه، المحارب تبعه اللي عليه الراس اللي بيركبوا عليه ناروتو. عندنا كمان ريلمي والناروتو موجود هون. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، 8 الترا وايد و2 ماكرو. هذا مثل التليفون الجي تي 3 نيو من شركه ريلمي. البطاريه موجوده هون عندنا 5000 ملي امبير، وفينا نشارجها بالشارجر اللي بيجي بقلب العلبه على 160 واط. خلينا نفتح العلبه الباقي ونشوف شو في بقلبها. في عنا غطاء هون بيجي كمان بنقدر نشوف عبره، بيجي كمان بقلب العلبة. الشارجر بيجي بقلب العلبة مثل ما خبرتكم 160 واط نقدر نستعمله. هلا اللي عجبني كتير فيه انا لانه هيدا الشارجر معمول لهالتليفون اللي معمول ببلاد الصين، الكونكتور تاعيته بيشتغل عندي بامريكا، ما محتاج احط له محول ولا شيء ثاني، سو كثير منيح بيشتغل. بس اذا جبتوه بالدول العربية بدكم تنتبهوا، لازم تجيبوا له المحول عليه ليركب عندكم. الشريط تبعه كمان USB-C ل-USB-C لنقدر نشارج التليفون، وحاطين عليه كمان اللون الأورانج والأسود مثل الشارجر ومثله للتليفون. هلا الشغله اللي انا بحب افسركم عليها انه هالشارجر بيشارج هالتليفون بسرعه رهيبه. انا شفته لهالتليفون اول مره لما كنا بام دبليو سي من شي كم شهر مع شركه ريلمي، وهلا هالتليفون موجود وشكله كتير حلو. مثل ما عم تشوفوا الارقام عم تركض ركض، هالتليفون نط من 13% لل 100% بظرف 15 دقيقه تقريبا، انه شيء خرافي صراحه. كيف بنقدر نشوف انه سرعه التليفون هيدا تشريجه بهالسرعه؟ ما عندنا الوايرلس تشارجنج، بس صراحه 5000 ملي امبير موجودة هون بتتشارجر كتير حلوة. الشاشة مثل ما شفناها من قبل 6.7 انش، هيدي 120 هرتز 1080p. عندنا اندرويد 12، عندنا ريلمي يو اي 3 كمان، والحاسوب الميديا تك ديمنسيتي 8100 5 نانومتر جديد، هذا منزلين الشركة. ومش بس هيك، عندنا 12 جيجا بايت للرام، 256 للذاكرة، والكاميرا موجودة قدام هون 16 ميجا بكسل. هلا هالتليفون كمان عنده السيم ريموفل تول كتير كتير خصوصية، معمولة مثل السيمبل تبع الوريور اللي بيجي عليه لراسه بيركبوا عليه ناروتو. وبنقدر من اثنين سيم كارد الموجودين جواتهم، في اذا بنحط فيه اثنين لهالتليفون مع السيم تول، شكلها كتير حلوه وكتير كتير منيحه. يا الله هالشركة بتعمل كتير تليفونات حلوة. عندنا نحن هلا الفينجر برينت سنسور موجودة تحت الشاشة هون مثل ما شفناها. عندنا كمان هون الكستمايزيشن الأولي للتليفون، بنشوف إنه الأيكون باك موجود هون، فعنا عدة تطبيقات بالصين. هذا التليفون معمول أصلا للبلد الصين، ما معمول للإنترناشونال، سو عشان هيك عم تشوفوا ثلاث أرباع الشغلات مثل كأنها ما موجودة. لما فتحته للتليفون بلشت استعمله ما كان عندنا الجوجل بلاي ستور. السيرفيسز تاعت جوجل موجودة بالباك جراوند تبعته للتليفون، بس لازم تنزلوا التطبيق تبع الجوجل بلاي ستور لتستعملوه. كمان جربته هون بامريكا، استعملته على التي موبايل، عملت عليه سبيد تيست. هلا انا ما عندي 5G هون عليه لهالتليفون، بس بال 4G LTE ما كتير تعيس، يعني 132 للتنزيل وتقريبا 57 للتطليع عليها للميجا بتس عليها. غير هيك خلينا نتحدث شوي كمان على الجيك بنش، اذا بنحاول نشوف قوته للحاسوب 967 على الجي تي برو، نقدر نفتحها هون على اذا بنستعمل الجي تي مود. ومش بس هيك، المالتي كور 4045، معناته قوته قريبا او احسن شوي من السناب دراجون 870. هذا الحاسوب الجديد من شركه ميديا تك، ميديا تك 8100، كتير كتير حلو. هلا مثل ما لاحظنا هون الالوان تاعت الناروتو موجوده هون، الاسود والاورانج نزلتها انا من قبل. تحت البرسونلايزيشن فينا نفوت لهون عليه للسيستم، نعمل برسونلايزيشن هون، غلطنا هون، نرجع نفوت.
فينا نختار عدة وال بيبرز عليه لهالتليفون. مركبين لنا ثلاثة، عندنا هيدا ناروتو مع أبوه وموجودين هون، سو عندنا ناروتو وميناتو موجود هون، فينا كمان عندنا وحدة ثانية موجود هو موجود، وفينا كمان وحدة ثالثة. أنا استعملت هيدي اللي فيها أزرق وأورانج وظبطت الألوان فيها تحت الكلر، لما بنرجع لهون بنرجع على الكلر بيكر، فيني أختار الألوان اللي موجودة بقلبها ليها الشاشة وفيني أغيرها حتى نعمل كاستم كلرز ثيم موجود عليه للتليفون. هلا انا اخترت الالوان من الصوره الثانيه اللي هو ماسكها وعم بيعمل الفاير بول، هلا انا استعملتها من الصوره الثانيه اللي موجود هونيك وزبطت الالوان تاعيتي ومشيت كتير كتير منيحه. هلا مثل ما خبرتكم اول شيء انه بنقدر نعمل انيميشن خصوصيه عليه للتليفون لما بنشارجه، لما بنستعمل الشارجر اللي بيجي بقلب العلبه 160 واط. ومش بس هيك، الكاميرات الموجوده هون لانه مثل قلت لكم 50 ميجا بكسل موجوده لورا و16 لقدام، بيعطونا 1080 بي على القدام و 4K 60 فريمز بير سكند موجوده لورا. خلينا نفرجيكم هلا مصدرها. حنبلش اول شيء بالكاميرا الاساسيه الموجوده قدام على الجي تي نيو 3 ناروتو اديشن. هالتليفون بيعطينا 1080 بي 30 فريمز بير سكند احسن شيء قدام، بس نقدر نعرف دائما نحن انه الكاميرات الموجوده ورا بتعطينا فريم ريت وريزولوشن اعلى. خلينا نقلب لورا. هلا هالتليفون بيعطينا 4K 60 فريمز بير سكند احسن شيء موجود على اللمزه الاساسيه عليه للتليفون. اذا بنقلب على الالترا وايد ساعتها بننزل لل 1080 بي، بس على القليل بعرف انه بال 8100 هون بيعطونا الامكانيه نقدر نصور 4K 60. انا كتير كتير مشجع من التليفونات اللي هتنزلها شركة تريمي بسنة 2022، لانه بعد ما صلنا بنص السنة وشايفين عدة تليفونات منيحة، عملوا اعلان على جي تي 2 برو موجود ب MWC، نزلوا هالتليفون مثل ما شفناه على ناروتو، واول السنة كمان فجيت لكم فيديو تاني انا كمان نزلنا تليفون للدراغون بول، هيدي شيء حلو كتير وانا مستنظر لشوف شو حيعملوا المرة الجاية. هلا مثل ما خبركم التليفون معمول هذا خصوصيا لبلد الصين، معناته لما بيجي برات البلد فيكم تنزلوا التطبيق الجوجل بلاي ستور عليه لتستعملوه. التليفون حيمشي مزبوط، ما بعتقد حيمشي 5G برات هالبلد. تقريبا عندي بامريكا مثل ما قلت لكم 4G LTE، بس السرعه منا تعيسه، يعني كتير سرعه منيحه. اخر شيء انا بقول انه الامكانيات في لهالتليفون كلها سريعه. الستورج الموجودة عندنا هون مثل ما قلت لكم الذاكره 256 12 جيجا بايت رام، عندنا ال 5000 ملي امبير للبطاريه وفينا نشارجها بشكل رهيب مع الشارجر 160 واط. ومش بس هيك، الحاسوب كمان سريع، الميديا تك دمنسيتي 8100 كتير كتير منيحه من شركه ميديا تك، وانا متشجع اشوف هالحاسوب بتليفوني الثاني اللي بتيجي ان شاء الله على امريكا ولا كمان الدول العربيه. يلا شكرا جزيلا لريلمي، شكرا جزيلا لكلكم انتم اللي عملتوا الاشتراك وعم تتفرجوا على الفيديو. خبروني تحت قولوا لي انتم بتحبوا انتم تشوفوا التليفون تبع الجوكو ولا بتحبوا تشوفوا التليفون تبع ناروتو، واي واحد انتم بتحبوا فيه، انه هل انتم من على الفريق تبع الجوكو ولا فريق تبع ناروتو. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد. يلا مع السلامه.